معي من مدينة كوفنتري في بريطانيا مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. أستاذ رامي أهلا وسهلا بك إلى نشرة الخامسة. بداية آخر تحديث وصلكم لعدد الضحايا سواء القتلى والجرحى، وماذا عن المفقودين؟ خصوصا وأن يعني الحديث يعني يدور حول أرقام مخيفة في أعداد المفقودين. نعم نعم، حقيقة الأمر مساء الخير. طبعا أعداد المفقودين هي أرقام مخيفة، لأن العدد كل دقائق أو كل ساعة نكتشف بأن هناك المفقودين بالفعل قد فارقوا الحياة وتم مباراتهم السرى، لذلك العدد يرتفع حقيقة الأمر. لذلك الصدمة الأولى كانت كبيرة جدا، كبيرة على أمكانيات الجميع. نحن نتحدث عن مفقودين أكثر من 2000 مفقود، لأن الأمر لم يتعلق فقط في البحث بالمناطق الكبرى التي جرى البحث فيها. هناك مناطق لم تصلها فرق الإنقاذ، كان هناك مشاركة كبيرة أيضا من فرق الإنقاذ التي التابعة لهيئة تحرير الشام، عملت بجدية، مدنيين شاركوا بآلياتهم مع فرق الدفاع المدني التي عملت بشكل بطولي، أي أن مجموعات عدة عملت في تلك المنطقة، لكن بالنهاية كان حجم الزلزال أكبر من إمكانياتها بكثير. هذا بالنسبة لهذه البقعة الجغرافية. أيضا مناطق النظام التي أصابها الزلزال من حلب، مرورا بريف حلب الشرقي، وصولا إلى اللاذقية، إلى قرى في القدموس، وأيضا جبلة التي كان لها النصيب الأكبر، وريف حما. هناك مناطق متناشرة، كل يوم يعني نسمع ونوثق ونتأكد من وجود ضحايا جدد داخل التراب السوري. العدد طيب. هو 2000. تفضل. طيب أستاذ رامي، عندما نقول مفقودين، فقط لنفهم المشاهدين، عندما نقول مفقودين هل هم يعني ما زالوا تحت الركام، يعني في عداد القتلى، أم لا يعني مصيرهم يبقى مجهولا والبت في هذا المصير صعب ويحتاج إلى وقت؟ إلى وقت، نعم. لذلك نحن لن نرفع الإحصائية في عداد 2000 المفقود الذين يعني تأكدوا من وجود هذا العدد، يعني ننتظر ونبحث، وعندما ينتهي الأمر ويقول لنا بأنه تم البحث على سبيل المثال جنديرس، يعني هل معقول في 4 أيام بحثنا في 14 مبنى وكان هناك أكثر من 84 مبنى مهدم، بحثنا في المباني الأخرى، جنديرس عملية الإنقاذ فيها موجودة ولكن قليلة، هناك الكثير من الذين لا نعلم إذا ما كانوا بالفعل تحت الأنقاض أم قتلوا ودفنوا أم يعني توفوا في النقاط الطبية وجرى انتقالهم من النقاط الطبية وور السرى. الأمر يحتاج إلى يعني أيام وليس ساعات، يعني قد يحتاج إلى أسابيع. طيب. أيضا لتبين أن جميع المفقودين فارقوا الحياة أم لا يزالوا عقيدين، يعني يا رب ألطف. أستاذ رامي، بالنسبة إلى العائلات، عشرات أو مئات العائلات المتكدسة في معبر باب الهوى والعائلات السورية ويريدون العبور يعني من الجانب التركي من المعبر إلى الأراضي السورية، أولا هل من معلومات عن وضع هذه العائلات وهي تريد أن تدخل إلى المناطق السورية لماذا، وهل سمح لها بالعودة؟ إلى أين ستذهب؟ نعم، في حال عادت نعم تعود إلى الأراضي السورية، لكن إلى أين ستذهب؟ هل هناك بالفعل أماكن للعيش في ظل هذه الأوضاع الكارثية في تلك المناطق؟ نحن نشاهد معبر باب الهوى، ولكن معبر باب السلامة ومعبر الراعي والمعابر على الحدود مع تركيا في مناطق ما تعرف بالحكومة المؤقتة أيضا يوجد فيها تكدس، ولكن في تلك المنطقة كون أن العلاقة قوية جدا مع الحكومة التركية لا يتحدثون عن هذا الأمر ويقولون بأنهم عائدون للزيارة، يعني أي زيارة الناس في كارثة، يعني من يعود إلى الزيارة في ظل هذه المأساة الموجودة؟ جثث السوريين تعود من الأراضي التركية وتدخل من معبر باب الهوى ومعابر، يعني معبر باب الهوى نتحدث ونشاهدها باستمرار، لكن تكتم شديد في معبر باب السلامة ومعبر الراعي. جاي من كوفنتري في بريطانيا مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك أستاذ رامي على هذه المتابعة.